خمسة انتصارات، ثلاثة تعادلات واربعة هزائم. كرة في وسط الميدان، خروج من صادق اللدوج بالكرة في اتجاه سند كوليبالي. كوليبالي لمسة إلى محمد أمين بن حميدة، بن حميدة يريد الاختراق، الدخول في عمق دفاع اتحاد تحقيق السي بي لفوز أو تعادلين ليذهب للمرحلة الثانية ويتفادى الهبوط المباشر. كرة خطيرة لاتحاد النيجيري إيمانويل، كرة تعود في اتجاه غيلان الشعلالي، محرك وسط الملعب بالنسبة للترجيل، خطيرة كالتين. اتحاد تطاوين في القسم الثاني 8 نقاط، تجوى رائعة في مدرجات رادس بقيادة جمهور الترجي. هذه كرة قال 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 ميدان فوسيني كوليبالي. كوليبالي وصل لعب حكم المباراة، كرة خطيرة لدى الترجي انطلاقة من جرب برحمود. برحمود خطيرة، فرصة للترجي، ما زالت الهجمة. مباريات 4 كلين شيت، هدف الخسارة كان في المتلوي بأنضاب إلى الحمروني. كرة قوية من محمد علي بن نيجيري بكرة ولمسة، محاولة على حدود المنطقة. فوسيني كوليبالي سهولة كبيرة في التمرير من الترجيين، تسديدة خطيرة، فرصة للأحمر بهدفين لواحد. الخسارة الثانية الجولة التاسعة في صفاقس 1-0، وهذه كرة من حمدلوني خطيرة، فرصة للثاني كل. لا، زياد الغانمي يبدع وطنية في المسابقة الإفريقية. كرة تعود من جانب اتحاد تطاوين، شاب الزغلامي، الزغلامي لمسة ممتازة في اتجاه حسام اللواتي والصدقان، خيلان في اتجاه الحمدلوني. حمدو 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 والثاني الهدف. قية البلدان الإفريقية بن حمودة ما أظهره في شوط أمام النادي رياض البنزرتي والآن أمام اتحاد تتوين. من الجهة اليمنى محاولة من جانب خالد الهمامي، عادت لمؤمن رحماني، تسديدة قوية، تسديدة نازح في هذا الشوط الثاني. فرات 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 إلى سند خميسي، لمسة انطلاقة على حدود المنطقة، تسديدة من بعيد، يوحماني خطيرة لاتحاد تطاوين، مرفوعة الكرة على القائمة الثانية، خطيرة خطيرة هذه الفرصة، كرة ملعوبة، محاولة للتسديد تمشي تبعها، تدخل ممتاز من صادق التوش. عتوش عتوش صادق 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 يحاول يمرر مبكرة. كرة ترجية ملعوبة من جرب محمد أمير بن حميدة، بن حميدة كرة عرضية على القائمة الثانية، تدخل الدفاع، عادت على الطائر رايد الفارع، ما زادت بدران متأثرا بإصابة. دخول هاني عميم، كرة سريعة من جنب إيوالا، إيوالا محمد أمير بن حمودة، فرصة للثالث. هناك رافع عدم الأسابيع بعد فسخ عقد نسيم بن خليفة، سنعود لهذا بعد. كرة فاروق الميموني، التسديدة والثالث، قال قال قال. تطوين طويلة من ثامر الصالحي، ثامر كرة في اتجاه رايد الفدع بالخطا، خطيرة صدق الدبشي، أوه ماذا فعل.